مرحبا بكم أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات في هذا اللقاء الخاص الذي يعقب دائما التطورات الأخيرة لإقالة مدرب فريق حسنية أكادير ميغيل غاموندي وتعيين مكانه محمد فاخر وأيضا مجموعة من الأخبار الرياضية الخاصة بهذا اللقاء. بطبيعة الحال كلها تدور حول هذا الموضوع، وهناك أيضا في هذه الأثناء هناك يعني وقفة احتجاجية لبعض جماهير حسنية أكادير التي تطالب بعودة غاموندي. لا نقول بأنها لا تريد محمد فخير، لا يعني أي مدرب في هذه اللحظة يمكن أنها هي رافضة، ليس لشخصية المدرب أو لمكانة المدرب، وإنما الظرفية التي حتمت هذا الموقف لجماهير حسنية أكادير. معنا داخل الاستوديو في هذه الحلقة الخاصة معي سي عبد اللطيف صباطة الإعلامي قيدوم الإعلاميين مدينة أكادير. سي عبد اللطيف صباطة مساء الخير، شكرا على تلبية الدعوة. مساء الخير وتحية رياضية لمشاهدي رمال تي في. شكرا لك. معي أيضا زميلي الإعلامي رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية فرع سوس مساء سي رشيد عبد الواحد، مساء الخير. تمنسيوين تسعدين تيل هنا الخير ومتن حسن تمنسيوين متن عبد اللطيف متن سعيد ومتن اللي لنفى يمسن ووال تنميلت. سي رشيد عبد الواحد ايضا معي لاول مره ونتمنى انه يحضر معنا مرات. سي سعيد او منصور اعلامي وزميل والصديق ديالنا. سي سعيد مساء الخير. مساء الخير سي حسن، مساء الخير سي صباطه، مساء الخير سي عبد الواحد، مساء الخير مشاهدينا الكرام. نبداو اولا بهاد المواضيع سي صباطه سي سعيد سي رشيد عبد الواحد، يعني نبداو بهاد الموضوع الاول يعني بهاد القضيه هذه. تفضل سي رشيد. سي عبد اللطيف سي حسن، ربما الحسنية اليوم تمر من منعطف صعب ومن ظرف جد حساس، ربما إذا ما تم تأطير هذا الظرف هذا ممكن تكون عنده عواقب وخيبة لا قدر الله. اليوم كاين الحراك ولكن حراك غير مؤطر، حراك عفوي ديال الجماهير الحسنية اللي أصلا خاصو يكون مؤطر ويكون عقلاني باش ما يمكنش يمشي في اتجاه انه غدا نسمعوا شي عواقب اللي ما كيتمناها حتى شي واحد. اليوم كيخص الجميع يكون مسؤول، خاص مكتب المديريه الحسنيه يكون مسؤول ويتحمل المسؤوليه ديالو وياخذ قرارات جريئه في اتجاه انه تهدئه الشارع وفي اتجاه تلبيه المطالب اللي هي واقعيه واللي هي مشروعه ديال الجماهير. اللي طبيعه الحال ماشي كل المطالب مشروعه وواقعيه، كاينين بعض المطالب اللي ربما فيها واحد النوع ديال المبالغه. الصحفيين ايضا، الاعلام السوسي، الاعلام في سوس كاين جوج الانواع ديال الاعلام، كاين الاعلام اللي بغى يمشي مع الموجه او ربما لانه ما عندوش ديك الجراه باش يقول كلمه الحق في هذا الظرف اللي هو صعيب، كاين الاعلام اللي خصو يكون مسؤول اللي هو الاعلام الهادف اللي خصو ولا بدا خصو يساهم في التنوير، يساهم في توعيه الجماهير، يساهم في كشف على الحقيقه ويقول كلمه الحقيقه، لانه هذا الظرف حساس، هذا هو الظرف اللي خص الصحفي يهضر فيه بالمعقول، لا ماشي نضغطوا العواطف ديال الناس. الجمهور ايضا، الجمهور ماشي كله على مستوى واحد، كاين الجمهور اللي هو عارف كره القدم، عارف التسيير وعرف شنو اللي خاص، راه كيفكر بعقل. كاين الجمهور اللي ربما كاين واحد النوع ديال العاطفه في التحليل ديالو. اعتقد بانه احنا اليوم كنمروا من ظرف صعيب جدا ولا بدا خص التاطير ديالو. كاين امور اخرى اللي هما السلبيه في هذا الحراك، من بينها انه حملات اعلاميه خطيره جدا اللي في غالبها غير مسؤوله، احيانا كنلقاو فيها واحد النوع ديال التحريض على العنف والتحريض على الكراهيه، شخصيا كنندد بها وما بغيناش تمشي، ولكن في نفس الوقت ادعو مكتب الحسنيه باش يتفاعل مع الجمهور في اطار المطالب اللي هي مشروعه وفي اطار المطالب اللي هي قانونيه وطبعا الحال بلا ما نلغيو المؤسسات، لانه تلبيه مطالب الجمهور لا يعني ان نلغي مؤسسه المكتب المسير، ان نلغي مؤسسه المدرب. احنا في بلد المؤسسات، ماشي احنا في بلد ديال السيبه، احنا في واحد البلد، البلد اللي القانون كل واحد كيخول له
صلاحيات محدده. شكرا سي رشيد عبد الواحد. قبل ما ندوز لكل الزملاء اللي حاضرين معايا داخل الاستوديو، اللقاء هو مفتوح للجماهير ايضا اللي كتشاهدنا وكتابعنا عبر قناه ريمال تي في. اول مكالمه يقول المخرج ديالنا سي عبد الكريم ميران. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو مرحبا يا اخي. الو الو السلام عليكم. ربما انقطع الخط على المتدخل او المتدخلين. نتمنوا انه يعاود التواصل معنا. دائما الارقام او الرقم الهاتفي ديالنا 06-03-37-96. مرحبا بكم عبر قناه ريمال تي في، مرحبا بالتدخلات ديالكم. سي سعيد، نفس الموضوع، يعني قراءه ديالك في هذه الاحداث الاخيره وهذا، يعني الى اين ستؤول هذه الاحداث خصوصا بعد هذا الوقفات الاحتجاجيه ديال الجماهير، بعد هذا الصراع اللي كاين الان ما بين مكتب المسير والجماهير، بعد هذه التغيرات وهذه الاشياء اللي طرات، انت بطبيعه الحال كاعلامي واش يمكن تقول لنا في هذا الجانب هذا؟ ايوا صراحه الاحداث هذه جات بعد يعني بعد ضياع. اذا سمحتي نحرروا المكالمه ونرجعوا لك سي سعيد. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا اخي، شكون معنا؟ معك عبد الله من الدار البيضاء، محيط فريق حسنية أكادير. مرحبا سي عبد الله من الدار البيضاء، تفضل اخويا عبد الله. خويا وقنا ما عندكش الريزو بزاف، ما كنسمعش بزاف الريزو. نعم احنا كنسمعوك مزيان، غير تكلم، احنا كنسمعوك مزيان. كتسمعني مزيان. خويا بغيت غير نشارك في هذا الموضوع، لأن بالنسبة لفريق حسنية أكادير، احنا كمحبين ديال فريق حسنية أكادير في الدار البيضاء، ربما انا كنشوف بان حسنيه اكادير اكبر من اي كبر من المسير وكبر من مدرب وكبر من اي واحد في التاريخ ديالها والجمهور ديالها، هذه من جهه. وكنشوف بان ربما في النظر ديالي ما ربما انقطع الخط على المستمع او على المشاهد اللي كيتابعنا، ونتمنى انه يعاود يتواصل معنا عبر الرقم الهاتفي اللي كاين 06-03-37-96. نعم ربما بقي معنا المتدخل او متدخل اخر. نعم الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، شكون معنا يا اخي؟ الاسم الله يبارك فيك. نور الدين. الو. نعم سيدي كنسمعك. لا معك من تنسيه. تفضل اخويا نور الدين، تفضل. كيداير بخير؟ كلشي مزيان؟ الله يبارك فيك. ندخلوا في الموضوع. نشكركم على هذه الاذاعه ديالكم ديال شوف تي في ديال ريمال تي في. مرحبا. نشكركم بزاف. اخويا بغيت نقول لكم باللي هاد الدراري ديال كومون ديال الخدمات بزاف. نعم. الو. كنسمعك انا ما غندخلش، تفضل. ملي كانت الإقاعة ديال كومون ديال الخدمات بزاف، حيت واحد المدرب بين اللعابه ديال الحسنيه ديال مدرسه وداهم اللعابه ولاو كيلعبوا في المنتخب، والحسنيه غادي مزيان، فرقه مزيانه، تصرفاتنا في افريقيا، كانت افريقيا ومشات الحسنيه حتى الطاوليس ولات مع الزمالك، كنا شي تحكيم كنا حققنا شي انجاز غيكون زوين، ولكن حيت دابا جابوا الفخير هذا ما جابوا في واحد الوقت ماشي التالي. نعم. شكرا خويا نور الدين، سمعتك اخويا نور الدين، شكرا خويا نور الدين اللي كان معنا طبيعة الحال من تمسيه، قبل ايضا كان سي عبد الله من الدار البيضاء ونقطع عليه الخط. سي سعيد رجعوا لعندك، نخليك تكمل التدخل ديالك. قلت ان هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي كتعتبر الوقفه الثانيه على التوالي لجماهير فريق حسنيه اكادير امام اداره النادي، كتجي كرد فعل عقب ضياع اللقب، وعقب كذلك ما احداث اللي وقعت بمدينه وجده لكل على علم بها، يعني لا داعي لذكرها. فكنشوف ان هذه الوقفه هذه هي جات بعد ضياع اللقب، اللي من خلالها الجماهير السوسيه او جماهير فريق حسنيه اكادير بمدينه اكادير كتعبر على الراي ديالها بخصوص اولا اقاله المدرب، اللي صراحه انا كنعتبرها اقاله مفاجئه، واخا انه سمعنا ان المدرب خبر لاعبين في الفندق انه سواء فازوا باللقب او ضاع اللقب غيمشي، لكن انا كنشوفها ان اقاله ماشي في الوقت ديالها. ثانيا تعاقد مع المدرب الوطني محمد فخير، اللي كنشوف انه ماشي هو رجل المرحله صراحه. فخير هو لا نقلل من المدرب، ولكن الظرفيه الانيه ما
ما كنشوفش انه هو رجل المرحله اللي غياخذ حسين تكادير ويهدر الفريق. وكنشوف ان هذه الوقفات الاحتجاجيه هي يعني من حق الجماهير انها تحتج، ولكن كما قال الاستاذ عبد الواحد خصنا نكونوا عقلانيين اولا ونعرفوا واش كنديروا يعني باش نتفاداو ونوقعوا في الاشياء اللي غنلقاو فيها مشاكل من بعد. نعم، شكرا لك سي سعيد. ناخذ ايضا واحد التقديم عند سي عبد الطيف صباطه. سي عبد الطيف، مره اخرى نعيش دائما في نفس الايقاع ونفس الاطار، وهو الصراع الان اللي صبح ما بين الجماهير والمكتب الموسيقي. ربما نحرر المكالمه سي عبد الطيف ونرجع لعندك. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا اخي. الاسم والمدينه؟ عبد الله من الضاربين. انا كنت كنتصل بك. وي سي عبد الله، تفضل اخويا عبد الله، تفضل. خويا بغيت نقول لك لان انا في النظريه ديالي بان ربما الموضوع خدام من منح اخر على ما كنشوف، لان الا كان شي اخفاق في نهايه كاس العرش فربما ان ماشي المدرب وحده هو اللي كيتحمله. ربما كاين عده عوامل اللي خلات هذا اللقب يمشي من الحسنيه. لهذا انا في النظريه ديالي اشدار ان المكتب المسير يراجع الاوراق ديالو وراجع الاسباب ديال الاخفاق ديال الفريق. ما يمكنش باش يجيب يعني كما كنقولوا الاخفاق لبسوه المدرب وحده. فربما من وجهه النظر ديالي مساله غير مقبوله. ربما ان المكتب المسير تيقول ماشي ضياع اللقب هو اللي كان السبب وانما عوامل اخرى. ربما لا، هذا هو اللي كنقول لك السي حسن. نعم. ربما الاجدر هو انهم يناقشوا السبب اللي خلى هذا اللقب يمشي. لان مدرب انا كمحيط ديال فريق حسنية تكادير وكمتابع ديال حسنية تكادير انا كنشوف ان المدرب دار واحد الكابيتان للفريق. الكابيتان فاش في اللعابه ديال الفريق اليوم، لان الحسنيه صبحت عندها قاعده جماهيريه كبيره لا داخل اكادير وخارج اكادير وربما خارج ارض الوطن. نعم. في التالق ديالها وفي طريقه اللعب ديالها، لان المدرب عطانا ماشي ما عطاش الا ما اداش اللقب العام ربما نديروا لقب البطوله، وعندنا كاس الكاب، عندنا المشاركات في ديال الكاب. كانت الحسنيه دائما كتخبط ما بين 6 حتى 80، لا ما تكناش كنتخبطوا انا باش ما نطيحوش. نعم واضح. الحسنيه صبحت بفضل هذا المدرب هذا، انا عندنا دابا كتلقى واحد 5-6 ديال اللعابه في الحسنيه كنتمناهم اي فريق في المغرب. نعم. هذا اللي معمرو كان عندنا في الحسنيه، ما يمكنش احنا ما بغيناش باش نرجعو عاود ثاني نبداو نقلبوا احنا ناخذوا العجزه بسبب هذه العباره، العجزه ديال الفرق اخرى اللي هو كيجي باش يكمل عندنا احنا المشوار في اكادير. ربما هذا وجهه النظر ديالي، وسمح لي على الا طولت عليك. لا ما طولتي والو، شكرا لك. حنا معاكم وحنا كنفتحوا لكم الخطوط باش ايضا انتم يعني الان ما بقاش غير نقولوا راه المكتب المديري او المسير هو اللي تيعرف تدبير وتسيير ديال الفريق. فالكل الان اصبح يعني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الدراسات، من خلال المسائل العلميه، الكل عرف كيفاش يدبر الامور او الفرق كيف تدبر امورها. سي عبد الطيف صباطه في نفس نعم شكرا لك سي عبد الطيف صباطه في نفس الاطار يعني الان هذه الوقفات الاحتجاجيه، يعني كيفاش تقراها سي عبد الطيف صباطه انت كاعلامي الوقفات الاحتجاجيه؟ رد فعل الجماهير امام يعني امام هذه الوضعيه اللي كتعيشها الان او كيعيشها الان فريق حسنية تكادير بالتخلي عن كاموندي واستقدام محمد فاخير والشردمه، كيفاش غتاثر على التسيير ديال الفريق وعلى تسيير قبل ما نقولوا الفريق تسيير ديال المكتب بعدا والمنظومه ديال المكتب، عاد نجيو للفريق عاد نجيو للجمهور. اولا في نظري انا هذا القرار المتسرع لاقاله المدرب كاموندي كنا متيقنين على انه سيولد هذه الاحتجاجات نظرا للمستوى الذي وصلت اليه الحسنية تكادير مع المدرب كاموندي. اذا في الظرفيه الحاليه لا تسمح باقاله المدرب في نظري انا. لماذا؟ رغم الاسباب والوقائع التي وقعت من الظاهر ومن الباطن،
إذن فقلت على أن هذه الإقالة أو إقالة المدرب في هذه الظرفية، خصوصا النتائج المتحصل عليها خلال هذا أو بداية هذا الموسم، الوصول إلى دور المجموعات بالنسبة لكأس إفريقي، كأس الاتحاد الإفريقي، ثم كذلك ترتيبه في سبورة الترتيب رغم أنه باقي عنده مقابلات مؤجلة، نهاية كأس العرش. إذن فهذه النتائج إذن ففي نظري تسرع، ولتاخذوا قرار المكتب المسير بطبيعة الحال سيولد هذه الاحتجاجات. نعم. وهذه الاحتجاجات ربما ستأخذ منحى آخر إذا لم تعالج ولم تؤطر. صحيح. إذا لم تؤطر فستأخذ منحى آخر، وهذا في هذه الظرفية الحالية، خصوصا أن الاحتجاجات بدأت تتكرر. ناخذ مكالمة ونرجع عندك أصحاب الحرم مكالمة. ألو، السلام عليكم. عبد الله، سي عسان بخير. الله يبارك فيك يا أخي، شكون معنا؟ معك ياسين من إقليم صويرة. مرحبا خويا ياسين من إقليم صويرة، تفضل يا ياسين. واحد الشاهد ديال الحسنيه. الله يحفظك، تفضل. شكرا لك على البرنامج، شكرا للضيوف ديالك الكرام. شكرا شكرا متبادل. بغينا نهضروا غير على القضيه ديال الحسنيه ما بعد كمنضي، لان الاداره كمؤسسه اتخذت قرار الاقاله ديالك. الو وي، كنسمعك كنتبعك، ما بغيتش نقاطعك. فقلت لك ما بعد كاموندي، دابا الجمهور الحسنية خصو يحدث بأنه أحداث الطرفية الفريق محتاج ليه. نعم. والفريق محتاج للجمهور ديالو أكثر في هذه الطرفية. دابا بالنسبة للمدرب الجديد الفخير خصو يبدا العمل ديالو رغم ما قيل وما يقال. نعم. هلو كتسمعني؟ كنسمعك يا أخي، كنسمعك، تفضل. قلت لك بالنسبة للجمهور الحسنية خصو يعاد هذه القضية، حيت الفريق مقبل على منافسات في عدة وجهات، وخص الإدارة حتى هي تأخذ بعين الاعتبار حق الجمهور في المساهمة في اتخاذ القرارات ديال الفريق ديالو، ماشي واحد يجي يقول لك راه الجمهور المكان ديالو هو المدرجات. راه بالنسبة لمثل هاد التصريحات هما اللي كتجيو الوضع. نعم. شكرا شكرا خويا ياسين من اقليم الصويرة. سي رشيد عبد الواحد، الان يعني قبل ما ندوزوا لهاد الفترة دائما ما بعد كاموندي، الان يعني المدرب والمكتب المسير كاين تداؤ دابا، وكاين العنصر الثالث الجمهور، كاين المكتب المدرب الجمهور، لكن في نظرك من يتحمل مسؤولية أكبر في هذا الواقعة كلها اللي وقعت؟ إلا بينا نرجعوا على الأقل من بدات هاد الخيوط هادو؟ جوج الناس اللي كيتحملوا المسؤولية، جوج الناس هما السي كاموندي والسي سيدينو، لأنه المشكل باش غير كتوضيح هو أصلا كنا غادي نعيشوا هادشي، غادي نعيشوا سواء قالوا كاموندي ولا ما قالوش، لأن كاموندي مع اول غادي يرجع على قادر غادي يستقل. هذا بمعنى تصور صح، هما فقط اللي كان هو مالي عمرو ما لي زيد لي زيد، حنا كنهضروا هو كان من المفروض لو كنت تسناو يستقل هو، لانه لو كنت استقل هو ما غاديش يكون هذا الحركه الجماهيريه، غادي يغنينا على هذا الحركه الجماهيريه. الا ما تاثرش سيؤدي لا قدر الله بالحسني القسموطي الثاني، لانه اشنو غادي يوقع؟ راه كاين حاجه اخطر من استقاله كاموندي. نفترضوا استقل سيدينو، اقاله ماشي اقاله، نفترضوا استقل سيدينو، شكون هذا اللي غادي يشد الفرقه في هذا الظرف؟ الفراغ. راه انا في نظري استقاله الرئيس اخطر من اقاله كاموندي، لانه كاموندي غادي تدوز عام باي مدرب، ولكن اقاله الرئيس هذا الظرف راه واحد ما غاديش يجي غامر باش يشد الرئاسه ديال الفرقه في هذا الظرف ديال سميتو، وغتكون عندها عواقب وخيمه. اعتقد انه يستمر الى استمر الاحتجاج الجماهيري، انا كحقوقي ودافع عن حق الجمهور في الاحتجاج، ولكن من الضروري الناس عقلاء يأطروا هذاك الاحتجاج في اتجاه ايجابي، ما يكونش في اتجاه سلبي، لانه الى مشينا كنشوفوا هذوك الناس كيحتجوا الشيء اللي كيتكتب في الفيسبوك، راه كيتكتب مسائل ديال اللي هي خطيره جدا، اللي قلت لكم قبيله فيها التحريض على العنف، اللي فيها التحريض على الكراهيه، بزاف د الحوايج. هذا سميتو
كما وضحت ان الشكل غدا كان على مكتب الحسنيه يتسنى هو راه غتجي البديل من عند كالمودي لان معول هو لان لو كان استقل هو ما غاديش نوصل لهذا الشيء اللي وصلنا ليه وفقط اسمحتي لي استاذ عبد الواحد غتكون الاستقاله باقل اضرار باقل اضرار لانه الفرق بين استقاله واقاله انا سمعت انا رئيس الفريق غيجلس الى سمحتي لي استاذ عبد الواحد تفضل غيجلس المانجر والحوار مفتوح الساعه وصباطا يمكن يدخل احنا ما كنضعوش انا رئيس الفريق اسئله اكاديميه هنا ولكن الحوار مفتوح بيناتك اعلاميا انا سمعت انا رئيس الفريق غتكون عنده جلسه مع مانجر ديال كاموندي يعني انه كيدي اللي كيقول استقاله يعني انا غيكون استقاله بالمقابل اقاله بالمقابل عفوا يعني غيكون كاموندي غيطلب التعويضات ازيد من 200 مليون اعتقد كانوا ارقام اللي بين 200 مليون كان كيقول 500 مليون يعني مازال ما كانش شي اخبار رسميه هذا من جانب اخر انا كنشوف غياب دور المنخرطين فهاد العقلاء اللي يمكن يدخلوا في الضفه يعني صراحه المنخرط هو اللي خصو يجلس ما كانش بيان من طرف المنخرطين ما كانش دعوه الى عقد اجتماع بين المنخرطين وبيناتهم وبين المنخرطين مع الرئيس لتدارس النازله هذه اللي صراحه كارثه بالنسبه للفريق حسين دكادير فهاد الوقت هذا اللي الفريق خصو يركز على المسار ديالو في البطوله الوطنيه وحنا مقبلين على كاس الكاف عندهم مقابله في بدايه ديال شهر دجنبير مع اينيبان النيجيري اللي انا صراحه صراحه الظرفيه ماشي 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 غير ملائمه وغير ملائمه مثل هذه السرعه هذه اضافه كذلك لان الفريق غتكون عنده عقوبه يعني غيجري مقابلتين الى ثلاث مقابلات خارج الديار لانه عنده مقابله مع نادي مع المغرب التطواني يوم الثلاثاء المقبل والخميسات عنده مقابله اخرى مع اينيبا يعني مازال ما تحدد الملعب لان صراحه كانت مشاكل ظرفيه صعيبه صح. نعم كاين واحد السؤال هنا بسيط استاذ لطيف غادي نحاول لك ونحاول تصل رشيد هذا ربما اللي كان وضعناه عند احد المشاهدين كيقول سؤال بسيط اذا كان كاموندي عازما على تقديم الاستقاله فلماذا يبادر الرئيس الى اقالته وبهذه الطريقه البدائيه هل فكروا في العواقب القانونيه والتكلفه الماليه الباهظه الحسنية الآن تنزلق نحو المجهول يعني غير السؤال الأول إذا كان كاموندي كان هو ديجا فكر في الإقالة وكان يشير لها علاش سيدينو أو المكتب المسير تسرع يقيل المدرب في الوقت اللي هو ربما كان غادي يرجع لكادير كان غادي يهنيه وكان غادي يهنيه تم هذا الصراع ملي كتقول شي حاجة هو اللي قدم استقالة الجمهور غادي تواجهوا بهذه الطريقه المدرب علاش تسرعتي واش لاعاده الاعتبار للرئيس واش الرئيس ما قراش هذه العواقب لان جميع المدربين جميع المدربين ديال السنوات الاخيره هما اللي كيستقلوا بالحسنيه السي مديح الله يرحمه هو اللي استقل عبد الله سكتي هو اللي استقل او هذا الخطر بغاو هما يقيلوا تفضل سي عبد الطيب راه السؤال واضح بالنسبه للسي إذا كان المدرب كيهدد نعم قبل ما نجاوبوا نحرموا كلامه كاين معنا على الخط كيقول المخرج انا سي عبد الكريم ميران الو السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا سيدي الاسم والمدينه او المكان الو وي كنسمعك اخويا تفضل محمد من فرنسا اولا سي حسن كنبغي نشكرك ونشكر الضيوف اللي معاك ونشكر امام تي في مرحبا اللي بغيت نقول سي حسن دابا مثلا نقولوا هذا المدرب نقولوا هذا المدرب سيدي عطى الكثير للحسنيه تكادير يعني كاين معاهم 6 سنين 3 سنين في 3 سنين في المدير التقني و 3 سنين في التدريب ايه واللي وعلاش خايفين حنا كجمهور حنا كنشجعوا حسنيه تكادير هذه منذ 25 سنه هذا الجمهور يعني مشى مدرب بغى يجي مدرب ما كاين حتى شي مشكل علاش خايفين هذا الجمهور انا اللي بان ليا كاين بعض الصفحات الله يهديهم كيحرضوا في يعني في القاصرين والناس اللي طايشين شويه يعني الفريق ديالنا المستقبل خصنا نشوفوا واحد المستقبل نعاونوه ماشي نهرسوه لان اولا اللاعبين ملي كيشوفوا هذا الشيء هذه الاحتجاجات وهذا الشيء راه كون على يقين بان راه في المورال ديالهم راه كيتهرس يعني كيولي اللاعب شي هاي يولي في عقله في جهه اخرى يعني كنطلب من الجمهور ديال حسنيه تكادير اللي هو جمهور حقيقي واللي كيحب هذا الفريق ما خصناش كما قال واحد الاخ قبيله يعني ما خصناش نديرو شي حاجه اللي غندموا عليها من بعد لان حنا كجمهور حسنيه تكادير الا ما عاوناش الفريق ديالنا يعني ونوقفوا معاه في هذه يعني كتسمعني سي حسن كنسمعك تفضل سي رشيد طه انا اعلاميا انا كنسمعك تفضل فعلا انا قمتنا تغزنت غادي نستنيت انه الاحتجاجات خاصه اذا يلي سي عقل
هذو يضروا الحسنيه 60 فرق الاحتجاجات يكون عقلاني. ما يمكنش نقولوا يمشي المدرب ونقولوا مثلا حتى الرئيس يمشي، ما يمكنش، لان حبيب سيدينو كنعرفوا الوزن ديالو في فريق حسنيه تكادير، يعني ما يعني جاب واحد البروجي خصنا نخليوه ونشجعوه باش يكمل البروجي ديالو. ما يمكنش حنا نتبعوا الدراري صغار، ما يمكنش حنا نتبعوا الدراري صغار ونتبعوا القاصرين، يعني نقولوا القاصرين ونتبعوا الناس اللي طايشين كيهضر كيخص مين ما عرفتش يعني ما عرفتش كاينين اسمحوا لي مرتكب شويه ماشي مشكل صوت الشهيد غاسنت. اللي بغيت نقول الله يجزيكم بخير، بغينا الجمهور خصو يكون عقلاني يفكر مزيان، الا مشى المدرب مثلا داكشي اللي وقع جا المدرب ومازال سيغاموندي راه كان غيمشي، سواء يعني سواء يعني يعني نفصلوا قانون سنتاش الحيد كي نشكركم الهضره كثير. لا الهضره كثير لا لا واش كتعرف الشلحه لا مرحبا شوف بقى معنا كتعرف الشلحه تكلم بالشلحه مرحبا عليك دابا هو في الخدمه لا ربما انقطع الخط ممكن يدخل معنا بالفرنسي غياب باش دابا بالفرنسي دخلنا في وسط الخدمه نعم مدام محب عاشق الحسنيه من فرنسا. شكرا للجمهور وعشاق فريق حسنيه تكادير سي رشيد. نعم ارجعوا لسي سباطه ربما نعم انقطع الخط. تفضل سي سباطه تفضل. لا في اعتقادي ان سيغاموندي ماشي القرارات كيتاخذوا بوحدو استقاله، يجي هنايا وعاود يقدم الاستقاله ديالو لانه عنده استشاره ديالو مع المانجير ديالو. اذا فالحوار ما بينه وبين المانجير ديالو ما عارفينوش حنا. ها لا. ربما كما قلت يا سي عبد الواحد انه سيقدم استقالته بعد المجيء ديالو الى اكادير ربما، ولكن استشار ما عرفناش بطبيعه الحال غادي يستشار مع المانجير ديالو. ربما راي المانجر ديالو مخالف لان هادشي دابا ولا مادي بطبيعه الحال، كيقول لي ما تسرحش ربما يقدموا هما يقيلوك باش تستفد من مؤخرات ديال العقد. غير السي سبطه نعم باش لان الهدف ديالي انا هو نوروا المستمعين، لان ملي كتقرا الصفحات ديال الترائي مزيغ كتقرا كتلقى بان الناس ما عندهمش معطيات، الناس كتهضر كذا في غير معطيات. وفعلا العلاقه المضطره ما بين الرئيس وكاموندي شهور هذه ماشي عاد دابا سنه تقريبا، وبالتالي كاين بعض الاخطاء قبل كتعرف فعلا ارتكبوا الرئيس لانه دار انجلترا في ذاك الظرف ما كانش في محله. ذاك الدار ديال انجلترا باش ما نكذبوش قبيله هضرتو على المنخرطين، كنعرفوا وضعية الجمعيات في المغرب، في الجمعيات كاملين حتى الاحزاب السياسيه والنقابات راه كتدير 21 31 واحد في المكتب، راه ثلاثه الناس اللي كيشتغلوا. راه النهار بغى يمشي سيدي انجلترا وعنده سافر لوجدو عنده مقابله مثلا، راه ما لقاش اللي جمع في المكتب السياسي، راه كاين غير ايطع الله وشي جوج اخرين اللي كاينين، راه ما تبقى راه ما كيخدم والو. وبالتالي الذهاب لوجده ربما كانت فيه شي مشاكل، اللعابه مشاو مفرقين على ثلاثه الخطرات والوطيل ما كانش موجود. هذا الشيء فعلا عصب كاموندي ملي التحق سيدينو بالفندق ما تركش نفسه ما قدرش يحبس، لانه على الاقل هو مدرب محترف كان عليه يحبس يخلي النقاش تاد يسالي الماتش. وبالتالي بدا سميتو وتبدات الصداع قدام اللعابه، وصرح للعابه في وسط الاوتيل على انه دينا الكاس ولا ما ديناش انا الله يهنيكم. هذه فعلا كنقلق لانه نمشيو من هنا سي رشيد وسي سعيد وسي عبد اللطيف، نمشيو من هنا هذه دينا الكاس او ما ديناه الله يهنيكم. انا عندي واحد السؤال من هنا نعم، ولكن قبل هذا السؤال نحروا مكالمه اخرى. انا المشاهدين يعني عندهم حق يدخلوا، كل واحد عنده الراي ديالو، انا لا اطعن في الراي ديال هذا او ذاك، يقدر يقول هو مع الاقاله ديال كاموندي، يقدر يقول الاخر انا ضد الاقاله، يقدر يقول نوع ديال الجمهور انا مع فاخر، يقدر يقول الاخر انا ضد فاخر، انا لا اتدخل، كل واحد عنده الراي ديالو يحترم. احنا مع حريه التعبير غير لا ما نمسوش بالاشخاص او نشتموا او نسبوا، راه تبي تقول شي حاجه سبوا شي ما يمكن لينا نسدوا، ولكن تهضر مع او تحري، ولكن تهضر تكلم انت مع او ضد كيبقى الراي ديالك، انت مع الجمهور ضد الجمهور كيبقى الراي ديالك. مكالمه نحرر المكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا اخي، شكون معنا؟ سي حسن عسكري معك من بارك من فرنسا.
سيمبارك من فرنسا. تفضل سيمبارك. بارك الله فيك. انا معك تقطع الخط شويه هكا. لا كنسمعك مزيان، كنسمعك مزيان، الصوت واضح. بارك الله فيك. انا كيوصلني الصوت ناقص شويه، معليش. كنشكرك وكنشكر الضيوف اللي معك تما، كنشكر كاع الجمهور ديال الحسنيه، كاع الناس اللي كيضحيو على هذه الفرقه هذه، كنشكر كاع جميع المحبين ديال الحسنيه تكادير في داخل الوطن وخارج الوطن. غير يقول لك سي عادل على القضيه ديال فخير، على قضيه فخير، فخير اللي جا من حبابي غير كتسمعني سي عادل؟ كنسمعك تفضل. راه كنسفلي، راه كنسفلي. غير على فخير من حبابي، بارك الله فيك، غير فخير اللي جا من حبابي، غير حنا خسر الراي ديال الحسنيه، خليه يسيدي له يدير معاه واحد الشروط، واحد الشروط لازمه ندير معاه واحد في واحد العام، نشوفوا نبقاو نلعبوا على لاكوب ونلعبوا على البطوله، يكملوا على واحد الخدمه ديالو. هاد السيد هذا الا قال داكو غيكمل هاد الحوايج هادو من حبابي. على المدربين كاع في الفرق كاع كيكونوا المشاكل كيمشيو المدربين، غير هاد السيد هذا حنا كنرحبوا به في كادير، ما معنى حتى مشكل، غير الا يدير شحال نقول، الا يخلينا ولاد الفرقه ويخلي لو ستيل دو جو، نعم. الله يوفقك سي عادل وكنشكرك. تنميت. شكرا راني معك. شكرا لك سي مبارك من فرنسا اللي كان معنا. نعم، يعني السؤال اللي عندي انا قبل ربما ما تكونش المكالمه اخرى، السؤال اللي عندي، يعني كنا كنتفقوا سي سعيد سي رشيد وسي عبد اللطيف، كنا كنتفقوا بان غاموندي قال في ليله لافي دي ماتش، قال ليله المباراه باننا خدينا الكاس ولا ما خدينا انا غادي نمشي، وقال هاللاعبين هادشي سمعنا احنا، الله اعلم. اذا كان هذا الكلام صحيح، علاش المكتب المسير ما يكون ذكي ويخلوه اللي يرجع يخليه هو يبادر بالاستقالة؟ هذا هو الخطأ اللي درت. علاش انا غادي نزرب انا نجري يتفق مع السعد؟ هذا الخطأ كان عليهم يتسناو هو يستقل جيهم بالمدرب عنده، وغادي نكون ربحنا بزاف ديال الاشياء. حنا قلنا فيما في الحلقات السابقة او الان، قلنا ان المكتب المسير تسرع في اتخاذ القرار، وهو يؤدي ثمن غاليا الان. في هذه النقطة بدات، على هذه النقطة بدات، قلنا راه المكتب المسير قد تسرع في اتخاذ قرار الإقالة. هذا هو المقصود ديالنا من خلال التسرع. نعم. شكرا يا أخي، هذا كيقول على القناة استضافة غاموندي. إن شاء الله احنا كنعملوا جاهدين باش نستضيفوا السي غاموندي معنا هنا في الاستوديو ونتحاوروا معاه، باش ما بغى أي لغة وتهضر الفرنسية شوية مزيان، حنا نتحاوروا مع الفرنسية. غادي نعم. تفضل سي سعيد. النقطة الثانية اللي كتير استغراب يعني العديد من المتتبعين ديال الفريق، هي ما بعد استقالة غاموندي كانت هناك استقالات أخرى، يعني كان استقالة عبد الله تدراري النائب الثاني للرئيس، استقالة المشرف العام على الفريق طارق شهاب، استقالة طبيب المكلف بالتغذية كذلك، يعني وانتظروا انهم تكون استقالات اخرى في المستقبل. يعني انا عندي سؤال هنا، وحنا كاعلاميين غادي نهضروا بالمنطق ديال الاعلام ماشي بالمنطق ديال محب او كذا اعلاميين، واش هنا ما يمكنش يطرح سؤال ويقول بان كاين شرذمه، كاين قسام داخل المكتب المسير في هذا الاطار هذا قبل ومن بعد؟ غادي نحرروا المكالمه ونرجعوا لها. برافو لك هذه النقطه سي سعيد. نعم نحرروا المكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو يا اخي السلام عليكم. نعم سمعنا اخي من التليفون، سمعنا من التليفون، ما تسمعناش من القناه، خذ التليفون وسمعنا من التليفون مباشره. الو السلام عليكم، سمعنا من الهاتف. قلنا التليفون مزقنا. الو كتسمعني دابا؟ كنسمعك دابا تفضل. المهم كرهت تاول الشلعي ديالك. يا تفضل سيدي رشيد. زيد تاول الشلعي. اوكي ريح ديفونا تناقشنا غان عيكلي تاول قسم لوراني غاموندي، يعني البانان مران تسمى التوران. يعني هادي رجا غير سميتو. نعم عرفت تفضل. السيدات راني تقصرت وريقة اللي صف دي غاموندي، غير باش كنتفق بالنسبة لأي جوج أطراف كتربطهم علاقة أجير مع المشغل، راه كتكون ورقة بحال هذيك، لأن هذيك الورقة أصلا ما مديورش للعموم، هي فقط سربها شي حد. ها اللي قلنا، اذا كاين انقسام سي سعيد في المكتب المسير، بمعنى شي كيدفع وشي كيوقف. حنا دابا كيتسير سي حسن.
علاش هذاك سرب هذيك الوثيقه؟ علاش سرب؟ انا ما عرفتش باش سربها، ممكن يكون سربها كاموندين، ممكن يسربها مفوض قضائي بالغالي، ممكن بزاف. لا مفوض قضائي ما يمكنش، هذا مفوض قضائي ما عرفناش، ما عرفناش. حنا شكون؟ ولكن تسربت دونك كاين الشرطه داخل مكتب الموسيقى بالنسبه كاين كاين انما هذيك الوثيقه عاديه جدا، عاديه جدا. انما اللي ماشي عادي هو البين اللي منشور العموم، كان عليه يكون دبلوماسي اكثر، تكون فيه شي جوال الجمهور الجمالات اكثر، هذاك اللي فيه ثلاثه سطور، هذاك هو هذاك خاص بالعموم، كان عليه يكون فيه. صحيح ان الحبيب سيدي ربما جرحه السي كوموندي وما تملكش الاعصاب ديالو لانه حس بالاهانه وبالتالي كتب ديك الطريقه، ولكن رغم ذلك كان خاص يتحكم في الاعصاب ديالو، وهذيك ما غتنشر العموم كانت تكون فيها شي عبارات ديال الشكر ديال الدبلوماسي الى اخره. نعم نعم سعيد سعيد تفضل. على الكرونولوجيا ديال الاحداث كنشوفوا ان غير واحد القضيه اخرى غير الاستقالات باش غير باش ما تفضل حاج كبير. اصلا السي عبد الله الدراري رجع الله شحال هادي كان صافي لونتو كان قدم استقاله وما اتفقش اصلا مع السياسي ثلاثه المرات هو تيقدم استقاله. اذا بالنسبه للسي عبد الله الدراري اصلا راه مستقل. بالنسبه لطريق شهاب هو اصلا من الناس اللي ساهموا في هذا المشكل. علاش؟ نقول لك انا علاش. تفضل. وقيت فاش وقع المشكل ما بين الكاتبه الاداريه وكاموندي، السي حبيب سيدي لقى الحل، انه صفت الكاتبه الاداريه تجلس في دارها وكتمشي للخدمه للدار كتصوبها. طريق شهاب نهار جا مدير الحسنيه هو اللي طلب انه طريق خصها ترجع للمكتب ديالها. لو كان خلينا الكاتبه في دارها، لو كان دابا حفظنا لها على كرامتها وحفظنا وحيدنا ذاك المشكل في العلاقات في وسط الحسنيه، وما نحرموش دابا في طرف الخبز ديال اليوم يمكن صيفطوها. لا لا يعني تفضل تفضل اسعد. اللي كاين انها مشات فترات ديال عندها كانت فتره حمل وعلى ما اظن انها تزاد عندها مولد اليوم او اليوم امس، هذا هو الخبر. ونباركوا بعدا لها هي، احنا كانسانيين وكطبعا كنباركوا لها وحنا طبعا ما كنبغوا نحيدوا طرف الخبز ديالو. الله يعاونها. هي من الاطور ديال اللي كتشتغل في انديه الرياضيه في المغرب منذ عهد بالخشوع اعتقد ياك منذ عهد بالخشوع واللي عندها تكوينات كثيره اللي تصفت في الجامعه وعندها المصرف في التسيير الرياضي، ماشي زعما موظفه عاديه، موظفه عندها مؤهلات ديالها اللي الحسنيه ما صعيب تلقى باش تسد ذاك الفراغ. الان انا ما كيعنيش لان عاوتاني غادي عاوتاني نمشي غادي نلقى في لي كومونتير استباب والشتايم، ما كيعنيش ملي كندافع عليها انا كنعرف انا المستوى ديال بعض الجمهور، ولكن راه هذا هو الحقيقه. لا لا انت شوف كاعلامي لا انا حنا كنهضروا في حاجه واقعيه، حنا ماشي مع عمر او مع زيد، حنا الحقيقه حنا كاعلاميين كنهضروا منبر اعلامي حر، ما كنجيو مع هذا ولا هذا. عبد اللطيف هذا الظرف غادي يدوز وغايجي شي ظرف اخر، والناس غتسجل عليك بانك انت غادي مع الموجه وما عايتيش الناس، ما حربتيش الجهه، وكنتي غادي مع الموجه باش تكسب الاصوات ولا ما عرفت شنو. حنا نقولوها اللي غيسبنا الله يسامحه حتى من بعد. نعم حتى واحد ما غيسبنا. السي عبد الكريم ميران المخرج ديالنا مكالمه، نحرم مكالمه. الو السلام عليكم. الو الو وي السلام عليكم يا اخي، الاسم والمكان. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا. مرحبا سيدي، كلشي بخير صحة لاباس. الله يحفظك، عطينا غير الاسم والمكان ملي كتكلم. معك سيدي هشام من ايت ملول. مرحبا خويا هشام من ايت ملول، تفضل يا هشام. الله يبارك فيك، حنا كمحبين وكجمهور ديال فريق حسنية تكادير، كنتمناو الفريق حسنية تكادير ان شاء الله يزيد لقدام ويعطي المزيد من العطاء، ولكن غير كملاحظة هي إقالة المدرب كاموندي في هذه المرحلة هذه، خصوصا بعد يوم واحد من 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 خسارة الفوز بلقب كأس العرش، ومن بعد نهار واحد كتجي إقالة زعما كتجينا، رغم أنه هذا المدرب عطى الشيء الكثير للفريق وعطى لاعبين. راه فاخر، شوف راه حتى فاخر عطى الشيء الكثير للحسنية، دا معاه جوج ديال الألقاب. احنا دابا احنا احسن مدرب في تاريخ حسنية 20 عام. نعم تفضل تفضل. لا زعما احنا حضرنا الكاموندي رافقناه بشكل كبير، ياك هذا الشيء بغيت تقول. اي هو عطى الشيء على كثير وكل شيء كيعترف بهذا الشيء هذا، وزعما كان مدرب في المستوى وكان كيحب الفريق، ماشي كان كيضرب الفريق، كان محب للفريق اكثر من المدرب. نعم كان عطى الشيء الكثير، كان بالنسبه للكاموندي كان فريق حسنية اكادير ماشي كيتعامل معه كمدرب، كيتعامل معه كبيت كأسرة، بغى يعطي الشيء الكثير للكرة
في المستوى ديال اكادير، ولكن جات الله الاقاله هذه جاتنا زعما صدمه كبيره، ولكن كنتمنوا ان شاء الله الحفل الاكادير ديال قدام ان شاء الله باذن الله ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا لك، شكرا لك. الان الان بعد كما قلنا سعيد تفضل. كاين واحد النقطه اخرى هي السرعه اللي السرعه اللي تم من خلالها التعاقد مع فخير، يعني انه في الصباح كنسمعوا اقاله كاموندي، العشيه كنسمعوا التعاقد مع فخير ويتقدم امام اللاعبين الغد لي، بمعنى واش كان مهيئ مسبقا؟ صراحه هنا كنضع واحد علامه استفهام بخصوص حضور فخير في لقاء حسنيه اكادير مع الاتحاد الليبي، يعني كان فخير في المدرجات و وصراحه سولوا احد الزملاء الاعلاميين، يعني قال له التواجد ديالك بالمدرجات واش كيعني انك غتلتحق بفريق حسنيه اكادير؟ صراحه ابتسم في وجهه قال لي لا 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 ما تكتبوش، يعني انا جيت هنا غير زياره. وعلاش جيت بدك زياره غير في هذيك اللحظه وما تجي في زيارات اخرى؟ غادي نبقاو بهذا السؤال هذا باش نحروا معنا اعتقد السي محمد عكرود الاطار الوطني والمدرب اللي رافق مجموعه ديال الفرق بيسوس وخارج سوس، سي محمد عكرود من مدينه تارودانت. سي محمد مساء الخير. مساء الخير سي حسان، مساء الخير الضيوف الكرام اللي معاكم، مساء الخير للمتتبعين ديال ريمال تيفي. معايا معايا مجموعه معايا مجموعه ديال الاعلاميين هنا والاصدقاء ديالك، معايا السي عبد اللطيف الصباطه، معايا السي رشيد عبد الواحد، ومعايا السي سعيد منصور. بلغ لهم السلام ديالنا سي حسان، واولا تحيه متبادله سي حسان. المكونات ديال حسنيه تكادير على 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 التتويج، لان رغم ان ما كانش الفوز بالكاس، وانما الحمد لله يعني انه باش تنتصر على طنجة وتنتصر على تطوان بحصة ثقيلة، ويعني انه كان بين قوسين، لانه ربما اللي تسرب شوية ديال الاخطاء اللي كانوا شوية، وهو ان فريق ديال الطاس يعني انه حسينا به بانه فريق مغمور وفريق اللي جاي من الهوات وجاي من الدوزيام سيري، يعني انه استصغرنا شوية الفريق، ولكن رغم ذلك فكان يعني انه كان امكانيات ديالنا، ولكن القمر راه تيكتب بزاف ديال الحوايج على الفروق اللي تيكونوا في القمه. فحسنيه اكادير حاليا وصلت القمه ديال انها تتمثل المنطقه ديال سوس وتتمثل بواحد المستوى كبير الحمد لله، اللي نفتخروا اننا الجميع ينتمي الى فريق حسنيه اكادير. وهذا الشيء ماشي وصل غير جا هكاك وصل بسميتو، فالحمد لله، لان باش توصل لهاد المراتب اللي وصلت فيها الحسنيه راه بدا يكون عندك اربعه ديال الفاتكور يكونوا مزيانين، والحمد لله حاليا للمكتب المسير ديال الحسنيه اللي وجد الارضيه للمدرب، اللي فعلا المدرب دار فلسفه اللي هي كانت اكثر من جيده داخل الحسنيه، كذلك الجمهور اللي الحمد لله باش نتقلوا ب 60 كي تنقولوا ب 12 14 الف ديال الجمهور حتى الوجده بالمصاريف ديالهم، ومشاو وجاو بخير ما داروش حتى شي يعني شي حاجه اللي هي سميتو، كذلك اللاعبين والاغلبيه ديال اللاعبين اللي المدرسه الحمد لله هذا الشيء راه انجاز رائع. نرجعوا للحدث اللي شويه دابا خلى واحد شويه المشكل عندنا، وهو سميتو الاستغناء على الخدمات ديال المدرب. تسمعني سي عزام؟ كنسمع كل شيء. ايه يعني انه هذاك جا شويه كي تنقولوا نزل على الجمهور وعلى سميتو اللي ما تقبلوهاش، لان كان واحد العلاقه طيبه بين الجمهور وبين المدربين بين اللاعبين، يعني انا كانت عائله وكان شوف كله يعني انه تضم يعني انه مشاف هذاك المسار وسميتو، ولكن يمكن لان ربما حتى داخل الاسره لا بدات تلقى واحد شويه الخلل، هذاك الخلل اللي يعني انه اللي وقع يعني انه بين المكتب المسير، احنا ما غاديش ندخلوا الحيتيات وما نقدروا تنهضروا في شي حوجات اللي هما يعني انه ما يعني انه ابعدوا على انك كانسان ديال سوس باش ندخلوا في التفاهات، لا راه الكتيبه هذا شي حوجات اللي هما ما عندنا ما ندخلوا ديريكت للجوهر. كاين خلاف بين الرئيس وبين المدرب، يعني انه ما يمكنش الرئيس والمكتب ديالو انهم يتنحوا دائما، كي تنقولوا انا كمدرب تنقول من هذه الناحيه، يعني انه الشمع عليه اسهل حاجه هي المدرب اللي خصو يحيد، لان يعني انه حيت هذاك المكتب الى مشى خصنا عيط وخصنا مكتب وخصنا بزاف ديال وكاين مساطير كبيره، ماشي بحال ان المدرب يعني انه ساهل باش يمشي وباش يمكن تكون سيروره. انا تنعاود نرجع لان حتى القدوم ديال السي فخير مثلا واخا تنسمع بانه ماشي الفتره ديال انه يكون السي فخير، بالعكس السي فخير يعني انه تنشكروه لانه ربى الرغبه وبغى باش يكون في بلاصه السيد المدرب، اللي فعلا المدرب ثقل على السي فخير حاليا الكبار، لان المشروع
ديال الحسنيه ولا اكبر غادي فرانكا وغادي في البطوله غادي بزاف، ولكن تنشكروا لان خلى الطاقم اللي هو وشريف وحسين وخلى الاغلبيه ديال المدربين اللي كانوا معاه اللي تنتمنى باش يكون الانسجام اللي كان معاه سميتو باش الحسنيه تبقى في المصلحه ديالها وتبقى هي الرائده ديال كره القدم. باش ما ندخلوش الجمهور يبقى في العمل ديالو. تنشكروا على العمل اللي كيقوم به، يبقى في العمل ديالو يديها في التشجيعات وهذا والحساب ان شاء الله راه غادي يجي. حين الناس المنخرطين ديال الفريق هما اللي عندهم اللي كي تنقولوا حنا البرنامج ديال الفريق هما اللي عندهم الحق يتابعوا المسائل، وكاين الاماكن فاش غادي اللي غادي نخاطبوا فيها السيد الرئيس نخاطبوا فيها ونقول له واش هذا الشيء اللي دار واش معقول ولا ماشي معقول ولا هذا كاين الامور الاسود. ولكن حاليا حنا في واحد المعركه عندنا البطوله عندنا الكوب دافريك عندنا بزاف خصنا نبقاو متلاحمين حتى نكملوا هذا المسار وان شاء الله يكون خير ونديروا الثقه في الفريق ديالنا في الطاقم ديالنا في المكتب ديالنا في الجمهور وكون على يقين ان الحسنيه غادي تاخذ المسار ديالها. وسي كومون ديال الحمد لله راه عطى دفعه كبيره رغم ان الحسنيه كي قالوا البارح السيد الكاتب بان راه هي اللي وجدت له الارضيه وفعلا راه الا ما المكتب والمسيرين الا ما وجدوا الارضيه وما عطاو الامكانيات الكافيه للمدرب راه واخا يكون ما عرفش يكون راه ما يمكنش يوصل. ديما المدرب يعني انه راه المكتب المسير هو اللي تيدير المدرب وتيدير اللاعبين. فهنيئا الفريق الحسني على التهويج وهنيئا للسمعه اللي عطات لنا حاليا واللي تنتمنى من الجمهور والمحبين والناس غيورين على الحسنيه والناس اللي كيهمهم الامر ديال الفلوس انهم يتريتوا وياخذوا العقلانيه في هذه المساله هذه باش يكون ان شاء الله الحسني تحط ثاني السكه ديالها ونرجعوا للطريق المستقيم ديالنا. وراه الحسنيه راه بخير وعلى خير رغم ان ضيعنا هاد سميتو كلشي الناس سواسه ظنوا بان الكوب راه دخل للشوش ولكن الله سبحانه هو اللي عارف اش كاين. ربما هذاك الشيء هو اللي يبين لنا بعض الحويجات اللي يمكن بهم باش غنكوريجيو ان شاء الله ونعاودوا نستمروا. شكرا لك سي محمد عكرود، شكرا لك، كنت من ان شاء الله مره اخرى تحضر معنا هنا داخل البلاطو تنورنا وتنور المشاهدين وايضا كل عشاق حسنيه اكادير. شكرا لك. نعم، هناك مجموعه من الاسئله اللي كطرح الان بعد كاموندي. اول سؤال اللي يمكن نطرحوه سي سعيد سي عبد اللطيف سي رشيد هو هل عوده تحت اطار تحت ضغط هذا الكم الهائل من يعني من جمهور وهذا يعني التغيرات الاشياء واش عوده كاموندي قانونيه بعد الان بعد اقالته ويعني الابعاد عن الفريق؟ هل عودته قانونيه بين قوسين؟ وهل حتى الى اعاد كيف سيكون تتكون العلاقه بينه وبين المكتب المسير؟ السؤال الثاني، وهل يعني بامكان كاموندي انه يعطي كما اعطى من قبل في ظل هذه الظروف؟ تفضل السي رشيد سي عبد اللطيف وسي سعيد. انا في نظري العوده بعد واش هي قانونيه ولا ما قانونيه؟ يعني على قدمتي الى قانون واش ترجع عليها ممكن ترجع عليها غير اللي كاين هو من ناحيه العمليه والاخلاقيه الواقعيه مستحيله لانه الا بغينا نردوا كاموندي خاصنا مكتب مسير اخر. ان ما يمكنش مكتب مسير يحس براسو بانه تفرض عليه واحد السيد هو قالوا وهو تيخلصوا ما راه ممكن يكون المكتب المسير حاضر راسه ولكن راه ما راضيش. اذا ما غاديش تكون واحد التوافق وما غاديش تكون غير سميتو غير ممكن نهائيا. غير اللي كاين تفضل الله يجازيكم بخير بالنسبه للجماهير نعرفوا بانه الحسنيه راه فريق المؤسسات. كنعتقد السي عبد اللطيف سبطه غادي يكون كيعقل هذا الشيء. واحد العام كان السي اللوزاني الله يذكره بخير كيدرب الوداد وكانت الضغوطات الجماهيريه كثيره على المكتب ديال الوداد. كيجيو المكتب كيقولوا له ودي خص فلان يلعب راه حنا خايفين من الجمهور. كيستقل كيجي التلفزيون كيسولو علاش استقلتي كيقول لهم انا خصني فريق اللي عنده رئيس ماشي اللي كيسيروا الجمهور. هذا الشيء اللي وصلنا حنا في الحسنيه. كاين شكون قال لوزاني؟ الله يذكره بخير. وبالتالي راه ما نظنش انه حنا يجي الجمهور يحل محل الرئيس ومحل المكتب المسير. صحيح الجمهور عنده الدور ديالو عنده المسير يحب الفرقه كيدير بلاصه معها كيشجع الى اخره يعطي اقتراحات. علاش هذا الجمهور هذا ما ينتخب ممثلين ديالو يبقاو يجلسوا مع المكتب المسير من حين لاخر ويعطي اقتراحات وكذا الى اخره؟ ولكن ماشي غادي يفرض داك الشيء اللي بغاه هو
الا باغي غادي يفرض داكشي اللي بغا هو ما عندنا ما نديروا القانون الحريه العامه ولا القانون 3009 ولا ننتخبوا الرئيس نخليوه في القاكو داك الشيء الجمهور يسيرها. نعم سي سعيد. اضافه لهذا كنشوف انا الاهداف اللي من خلالها تم توقيع مع مدرب محمد فخير يعني انا كنشوف اهداف اللي ديجا وصلها غاموندي يعني احتلال احد المراتب الثلاثه الاولى في البطوله الاحترافيه تأهل لربع او نصف نهائي كاس الكاف يعني هذه ديجا تحققت مع غاموندي ما كاينش شي حاجه جديده هذا من جهه من جهه اخرى كنشوف انه النقطه اللي كنشوفها انه النقطه تحتسب لسيدينو في هذا التعاقد هذا هو ارغام محمد فخير على الاحتفاظ بالطاقم التقني وحتى التركيبه البشريه صراحه لان كنشوفها نقطه ايجابيه في الظرفيه هذه لانه الى بدلنا المدرب ما كنشوفش انه كيخصنا نبدلو حتى الطاقم التقني يعني تجيب لي انا طاقم تقني اللي معروف الطاقم التقني اللي كيشتغل مع فخير كنظن انه ماشي الظرفيه ديالو انه يشتغل في حسين تقادير في هذه الاثناء هذه كنشوف انا هذه النقطه هذه كنحسبها ايجابيه بالنسبه لسيدينو. نعم سي عبد الصباطه. انا غير تتم لما قال الاخ انه بالنسبه للتواجد ديال فخير هل عودة غاموندي ممكنة؟ هل الظروف الآن مساعدة حتى يرجع غاموندي كما قال السي رشيد راه بيمكنش لأن خصو يمشي واحد فيهم؟ لا أعتقد أن عودة غاموندي قانونيا ما عرفتش أنا قانونيا ما عرفتش قانونيا إن إقالة ممكن ترجع الإقالة ممكن قانونيا ممكن ولكن انت اقلتي وعاود ترجعو ولكن كيما تبوس ليه راسو واش غادي كي غدير معاه تتعامل معاه فرق بين القانون والاخلاق والاخلاق يعني. في القانون كما قال لك سعد الضيف ممكن لان غنطرو ولكن الاخلاق ما جاتش ثانيا غتكون ديك الحرب النفسيه للداخل انا ما يمكنش تزاد عليها الشعب تفرض عليها السيدي يخدم عندي وانا ما بغيتوش ما يمكن لا كيما القضيه ممكن غاموندي يخدم على خاطرو إذا مشى هذا المكتب وجا مكتب آخر. صح. نعم. لأن حتى في التصريح ديال غاموندي راهو غاموندي قال لك أنا ما لا يمكن الاشتغال مع وحد جوج الناس. وحد جوج ديال الناس. شكون هاد جوج الناس؟ الرئيس والكاتبة. الكاتبة. إذا خص يمشي الرئيس والكاتبة ويرجع غاموندي. إذا فرجعوه غير مرحبا. إذا غاموندي يطالب بإبعاد الرئيس حبيب سيدي نور والكاتبة. ونهضروا بالمعقول حنا ولاد أكادير كنعرفوا الحسنية وكلكم كتعرفوها. الحاسه عندنا 42 من الخريطه حيدنا داك لي كول هذه ديال سيدينو واش عندنا في داك الشيء اللي بقى شي واحد اللي مؤهل حاليا موجود جاهز باش يشد الرئاسه هل تعتقد هذا سؤال مطروح من هو السعد غادي نحرروا المكالمه الخريطه نحرروا الدور في هذا عنده دور نحرروا المكالمه الزملاء الاعلاميين نحرروا المكالمه الو السلام عليكم السلام ورحمه الله مرحبا اخويا شكون معنا عمر من اكادير مرحبا خويا عمر تفضل اولا كنشكر الطاقم ديال رمات تي تي في وكنشكر الصحفيين الاعلاميين اللي خدامين في برنامج رمات تي في وشكرا جزيلا لكم شكرا يا اخي شكرا فقط التدخل ديالي يعني ان تفاجئنا برحيل غاموندي اكثر مما تفاجئنا ملي كنت انا ما كتعرفش كان الاولى من اداره الحميه المحيط ديال غاموندي حيث هو الرجل اللي قاد الفريق ديال الحسنية في هذا العامين يعني إلى كما يسر الترتيب والمشاركة في القوامة إلى أهلي يعني كان أولى من إدارة حمية المحيط ديالو تشوف العراقيل وتشوف الأسباب ديال هذه المشاكل اللي كان دابا اللي وقع بين المدرب والإدارة تشوف المصادر ديالها وتعالج هذا الشيء وتحميه اكثر من هذا الشيء دابا اللي يوقع انا دابا راه كنستغرب من هذا الشيء دابا اللي وقع هي الاداره كتقول باللي غاموندي قال اللعابه راه انا غادي نمشي بحال هذه سوالف حنا ولا ما ربحناش كاس العرش اذا كان عليه يخليه هو يقدم الاستقاله ديالو باش يسبقوه هما ويقدموا له الوثيقه ديالو تغزلت وشكرا جزيلا لكم تنميرتا شكرا شكرا يا اخي شكرا نعم وهادشي اللي قلنا بان بما ان غاموندي كان اعلن على انه غادي يمشي سواء دار كاس او مدا ما كانش الحسن يتسرع ودخل في هاد الصراعات هادو على اي الان كنشوفوا الظرف نعم نحرروا مكالمه اخرى قبل ما ندوزوا للاسئله المواليه لان قرب علينا نهايه الحلقه الو السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا سيدي شكون معنا؟ معك احمد دامون السعوديه
من السعوديه. تفضل يا اخي السي احمد من السعوديه تفضل. موضوع تضرار الحسنيه. اييه يا اخي انت مشجع ديال الحسنيه؟ لا انا مشجع ديال الرجاء البيضاوي. مرحبا تفضل. مرحبا ماشي مشكل تفضل. ولكن الحسنيه عزيزه علينا مع هي تكون كاينه في المنطقه ديالنا ديال اكادير. ولكن هذا الموضوع انا شفت الاقاله ديال كامونتي. انا شفت الموضوع يعني الاقاله مزيانه حيت المدرب ما دار والو في النهايه ديال كاس العرش. نعم انت ما انت جاتك عاديه بالنسبه للناس اللي كيقولوا لا دار. شنو دار كامونتي؟ دار شي لقب؟ كاين شي لقب ولا والو؟ ما كاين والو. يعني انا متفق معاهم اللي جابوا فخير وفخير يقدر يدي معاهم الالقاب وكنتمنوا لهم التوفيق. شكرا يا اخي. كما قلت يعني ارى تحترم. احنا لا نتدخل في الاراء. لا غير سميتو هذا الاخ مس واحد القضيه. نعم. شكرا 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 مس واحد القضيه مهمه. هو فعلا احنا النتائج ديال كاموندي فرحنا بها. علاش؟ نحن ماشي هما الرجاء والوداد اللي حقوا القاب كثيره. لو ان كاموندي كان عند الرجاء والوداد ما غاديش تعتبر شي حاجه نيت. تعتبر مسائل ما دار والو لانه احنا كنفوزوا بلقب في 40 سنه من 2001 ما دينا والو. ملي وصلنا غير لدوري المجموعات في كاس الكاف اعتبرنا انجاز عادي. هذا الاخ فعلا معاه هو محب الرجاء كيشوف عارف الرجاء مزيان دار مقارنه. كون كان كاموندي في الرجاء حتى واحد ما غيشكرو بهذا الشكر هذا وهذا الثاني هذا. نعم شكرا. نعم سي سعيد تفضل. النقطه اللي بغيت نشير ليها هي خصنا يعني داك الشيء اللي عطى الله عطاه. داك الشيء اللي وقع هذا الشيء دابا ما بعد كاموندي. هذا الشيء دابا اللي بغينا نتكلموا هي بقات لنا واحد خمسه دقائق تقريبا ولا 10 دقائق مع رفقه عبد الكريم ما بعد كاموندي. خصنا نشوفوا المرحله ديال ما بعد كاموندي. يعني فخير تعاقد مع الحسنيه الاهداف. بلاتي نهضر معاك في هذه النقطه. انا راه باقي مشوشه لي راسي. تعاقد الحسنيه مع فخير والان واش فخير ما كيشوفش هذا الشيء اللي واقع في اكادير؟ واش فخير ما كيشوفش هذه الهيلاله اللي ينايد بها الجمهور؟ وربما انا اكيد انه حتى عمرك غيقلبوا على الهاتف ديالو وغادي يتواصلوا معاه في هذه الظروف. كيفاش تكون نفسيه ديال فخير اكثر من هذا؟ كيفاش تكون نفسيه ديال فخير يجي يخدم؟ انا ما عرفتش واش فخير يقدر يكمل ولا لا. اكثر من هذا انه تسربت اخبار صباح اليوم على ان فخير فسخ العقد ديالو مع حسين. ممكن انا خويا غادي لكن صراحه فخير جالس اليوم مصطفى وشريف يعني حطوا الكلام صح. حطوا لي بوان سور لي زي كما كنقولوا وضعوا خريطه الطريق يعني الاهداف. اذا انت كتكذب هذا الشيء اللي قال برافو. ولكن عندك اخبار صحيحه بانه تسمع مصطفى وشريف بانه نعم تفضل اسامه. سمعت انا البارح في الليل. شنو سمعت؟ إقالة تقديم السعيد. لا 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 أكد السعيد. سمعت قال سعيد؟ يعني أنا كما قلت لك أنه جالس مصطفى وشريف هذا اليوم صباح اليوم. النقطة اللي بغيت نشير ليها هي أنه من نقطة يعني مرحلة ما بعد كاموندي مرحلة ما بعد إقالة كاموندي. يعني الفريق كما قلنا أنه مجبر على أنه ينسى كأس العرش، ينسى السيناريو ديال فقدان كأس العرش ويفكر في البطولة وينسى المرحلة ديال كاموندي. صحيح ويفكر في البطولة ويفكر في التقدم يعني تقدم في المسار ديالو في منافسة إفريقية. فخير يعني كنشوف انه اذا ممكن نقولها بين قوسين كيجي الحسنيه تكادير كيلقى الفريق مهيئ. يعني الا شفنا المرحله فاش توج في البطوله يعني لقى قبل منه كان عبد الهادي سكيتيوي داز ربما يعني خمس سنين اعتقد مع الحسنيه. صحيح يعني هيئ ليه الارضيه باش يخدم. خدم مع الفرقه جاب كنظن شي اربعه الانتدابات الى بقي كنعقل ولا سيلا سيلا ودلال وميري. دلال وميري وشي واحد دلال ما جاش وما جابوش ميري وسيلا وشي يعني لاعبين اخرين. كانوا جابوا ثلاثه ديال الانتقالات اللي ريكروتمون اللي دار قضى الغرض دار البطوله. يعني نتمنى صراحه نتمنى انه ان فخير ينجح في المسار ديالو مع الفريق. يعني كاموندي نقولها صراحه خلى لي فرقه مزيانه. يعني نتمنى انه يوصل في نفس النسق وكما كنقولوا يتهلا في طريق المدرسه. يعني انه الجماهير يعني هذه رساله للفخر. الا بقى مع الفريق ديال الحسنيه في ظل هذه الظروف هذه الوضعيه الا تجاوزها هو الا كان عرف كيفاش يتجاوزها يعني انه يحاول يكسب هذا الجمهور بطريقه العمل ديالو. صحيح يعني النتائج الايجابيه هي اللي غتشعلوا انه يبقى بلاصتو بين الجماهير
الا كانت نتائج ايجابيه غيبقى بلاصتو بين الجماهير، الا كانت نتائج سلبيه يعني انا غادي انا غادي نتحمل المسؤوليه. نعم رشيد، هو انا ما بعد كاموندي الان انا شخصيا من الناس اللي ما مرتاحينش للتعاقد مع فخير، لانه كنشوفوا ان الحسنية كتخدم بطريقه اخرى مختلفه على الطريقه باش كيخدم فخير. حسنية كتعتمد التكوين، التكوين من المدرسه، فخير كيبغي اللاعب الجاهز، لان فخير من المدربين اللي كيبغيو كل سنه يلعبوا على الالقاب. فخير ما فيش ما يتسنى انت تطلع عليه سعد مرسلي ولا فلان ولا فلان بالامل، هو خص تجيبوا ليه الجاهز باش مباشره ينافس الرجل الوداد على اللقب يديه. كما قال الاخ سعيد انه في 2001 كان عبد العزيز السكيتي وجد فرقه الفخير، وكان اعتقد بانه ايضا راه قلتها في الحصه ديال ذاك النهار ايضا كاموندي راه لقى فرقه جازه السكيتي باعو ثاني، فقط هو عارف كيفاش يطورها وعاود زاد فيها واحد الكومونتير قال لك الى فخير دابا فصحتوا ليه المجال، قال لك الى فخير ما خدم معاكم حتى شي حاجه، وهذا كيقول لك انا هاد اللعابه ماشي انا اللي جبتهم. هذه يعني اي مدرب يقدر يتخبط. جواب جاهز يعني دابا هو حامي نفسه من البدايه، ملي تصور تقول لي واه ما درتي والو وما الفرقه، انا هاد اللعابه ماشي انا جبتهم انا لقيتهم انا، ولكن لقيتهم تقدر انت تعاود تصور تقول لي هاد اللعابه حققنا بهم اشياء كبرى. جواب جايز، برافو. هذا ما غاديش يكون عنده ذاك الجواب، لا عرفتي علاش؟ لان هاد اللعابه كلهم لعابه كبرى. هاد الحسنيه دابا كلشي لعابه هاد الحسنيه تقريبا 11 واحد كلها اللي كتدخل في التشكيله، ما يمكنش شي واحد ينقص من القيمه ديالهم. نعم سي عبد الكريم الصباطه باش نختموا. سي فخير معروف عليه انه مدرب الالقاب، فالفريق مهيئ له الان. اذا شنو غير الطريقه ديال هو يغير طريقته ويمشيها مع الطريقه ديال الفريق، لان كل شيء جاهز. نعم ما بقاش اللاعب الجاهز، وانما اللاعب الجاهز هو عنده طريقه العمل يمكن لها تغير. الطريقه ديال العمل ديالو هو يأقلم مارفين، هما كيمشوا بالطريقه ديالو الان، هو خصو يغير الطريقه ديالو ويأقلمها مع الفريق. واحد النقطه اللي يعني بنشر ليها، نتمنى انه في مرحله ميركاتو الشتوي يعني ما تكونش مفاجات في التركيبه البشريه. كنعرفوا المرحله الشتويه اللاعبين بعض اللاعبين كيديروا سيكانهم على كتافهم وكيدوروا على الفرق، وكيبقى غير ذاك نقولوا حنا اللاعبين ديال القسم، ماشي ديال القسم وانما ديال المرتبه الثالثه، من الاول راه كيبقى والثالثه يبقى الثالثه كيبقاو يدوروا. نتمنوا ما تعمرش الحسن لانه الميركاتو ما يشمش كذلك ستاف تكنيك ديال الفريق، يعني فخير الا صبر على مصطفى وشريف وقبل انه يخدم معاه في هذه المرحله هذه، ومع حمو محال ومع حسيني ومع واحد المجموعه ديال الجامعه، ما كناش انه يوصل لهنا شهر 12 مثلا ولا شهر واحد يقول لي ما بغيتش هاد الناس هاد، جيب لي هاد الدراري اللي بغيت انايا. برافو، هذه رساله، هذه رساله. سي رشيد صح، هو الشيء اللي قلت انه خاص دابا عندما تهدأ العاصفه خاص سيدينو وفخير يجلسوا مع اللعابه يطمئنهم على المستقبل ديالهم، وخص اللعابه ياخذوا المستحقات ديالهم باش يطمئنوا على المستقبل ديالهم، لانه فعلا جميع اللعابه حتى ما غاديش كنظنك تسالي الكونتره ديال فهاد الميركاتو الشتوي كلهم مازال الكونتره ديالهم كاينه للمستقبل، ولكن خص يطمئنوا اكثر على المستقبل. نحر واحد المكالمه معنا قبل الاخيره. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا يا اخي، شكون معنا؟ معكم سيدي محمد من بيكرا. سيدي محمد من بيكرا، تفضل اخويا محمد تفضل. هي واحد النقطة ما تخطوش ليها، هي أن فريق حسن التبادير كيتوفر على واحد الجمهور اللي هو جمهور في المستوى. وعلاش اخويا اللي ما قلنا وحنا كنهضروا على الجمهور وقلنا تاعينا؟ تفضل حنا عندنا كاع برنامج خاص. ما هضرتوش على الجمهور، لا عندنا برنامج خاص اسميتو استوديو الجماهير، خاص غير بالجماهير. تفضل. المهم الحسن يعني واحد الجمهور اخلاقي، راه تنقل المرات وتنقل الوجده وما كاين حتى شي مشكل، ما تحسش على النقطه هذه. لا بالعكس، تفضل. نعم شكرا، ربما كتسمعنا انت، شكرا لك يا اخي. نعم فاحنا كنتحدثوا على الجمهور، تحدثنا على الجمهور، المشكل عندنا برامج خاصه مع السي مصطفى اتومي كيقدم فيها غير الجماهير. دير المشكله اللي كتكون بعض المرات كيكون شي واحد في عمر 24 سنه يلاه بانت ليه الكره وكيتصحابو داك الشيء اللي شاف، يلاه شافو. السي عبد اللطيف غادي يعقل يامات موندرو، راه يامات موندرو فيما مشات الحسنيه كيعبر التيران، يامات موندرو
المحمديه راه ما تلقاش شي حاجه بحال النهار كتلعب الحسنيه. الرباط راه كنت انا ساكن في الرباط في ذاك الوقت كانوا كيقولوا دير خبز العشاء غيسدوا بين الحوايط راه بها الحسنيه مع الفاتح، راه ما كاينش شي سوسي ما كيمشيش للتيران. انتم عاش بمعنى الحسنيه دائما كان دائما الجمهور عند الحسنيه. فقط اللي كاين الان هو تغدات بجمعيه المحبين ولا تسمات برافو لهم ونتمنى وتزادوا. تفضل سعيد. سي حسن تفضل اخويا سعيد. المستمع الكريم قال اننا ما هضرناش على الجمهور، انا غنهضر على الجمهور. تفضل. انا نسول واش 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 في هذه الطرفيه هذه الجمهور كيرفع شعار المقاطعه، واش صراحه واش هذا الشعار هذا خدام ولا ما خدمش؟ يعني واش مقاطعه مقاطعه في هذه الظرفيه هذه؟ حنا يكون شخص او ما يكون شخص، انا احب الحسنيه لا احب الشخص. الفريق حسنيه تقادير الله كيحتاج الجمهور ديالو دابا، يعني لو وقع اللي وقع كما قلنا مشى اللي مشى جا اللي جا. يمكن يكون خطا، يمكن يكون حسنيه تقادير فريق ثابت الا مشى المدرب ومشى الرئيس ومشى نائب الرئيس ومشى اي واحد مشى، فريق حسنيه تقادير كيبقى ثابت. وهنا الدور ديال الجمهور، انا مع انا مع الوقفات الاحتجاجيه، لان الجمهور يعني الجمهور في هذه الوقفات هذه كيعبر على الراي ديالو. نعم. ولكن مقاطعه مباريات فريق لا نريدها، لا نريد المقاطعه. هذا هو الشعار ديالنا. سامحني في كلمه اخيره. لا انا الظرفيه الزمنيه تغيرت، دور الجمهور كان مؤطر في جمعيات، الجمعيات تحولت الى الجلترات، وكتختلف هنا عقليه الجمعيات بعقليه ديال الجلترا. الجلترا دابا اخر رساله رساله يا الجمهور يا واحد راسه ويدعم الفريق. الفريق لا ندعم الاشخاص نحن ندعم الفريق. سي رشيد اخر رساله باش غير الجيل الجديد من الشباب يعرفها. راه ايامات ديال 87 فاش طلعت الحسنيه البريمي سيري عاوتاني ملي رجعت من الدوزيام سيري وكان كيدربها سيموندرو، راه اكثر من هذا الجمهور اللي عند اتحاد طنجه اللي كان عندها كيحضر، وفي جميع الملاعب الوطنيه، وكانت جميع السلطات المحليه فيما غتكون الحسنيه ديال كذا كيوجدوا لنا عارفين كيتبع الجمهور كثير. راه ماشي عاد كاين دابا الجمهور كان في ذاك الوقت، انما خاص الجمهور يكون جمهور خير، خاص من حقه انا كمناضل حقوقي ادافع عن حق الجمهور في الاحتجاج، في عن حق الجمهور في التعبير. انما جوج حوايج، ندعم الحسنيه وقت اللقاء الاحتجاج يكون يكون ايجابي كيخدم صحه الحسنيه وحريه التعبير، ما داخلش فيها نشر خطاب الكراهيه اللي كنشوف بعض الاخوان في الفيسبوك. شكرا لك سي رشيد. اخر كلمه سي سعيد. انا ما قاله سي رشيد، انا كنشوف انه كما قلت لك يعني الظرفيه راه هنا كتقتضي من الجماهير انه تبقى مع الفريق، يعني سواء من مدينه اكادير او خارج مدينه اكادير، لانه المقاطعه كنشوفها ماشي حل وما عمرها تكون تفيد الفريق في اي شيء. نعم. شكرا لك سي سعيد ومنصور، شكرا لك سي عبد الطيب صباطه، شكرا لك سي رشيد عبد الواحد، شكرا لك مخرج ديالنا سي عبد الكريم ميران اللي كان رافقنا طوال هذا الخاص اللي عملناه حول ما بعد الحسنيه ما بعد كاموندي. ونتمناو ان الرسائل اللي وجهوها الزملاء الاعلاميين توصل للجميع، سواء المكتب المسير او اللاعبين اللي خصهم الان يركزوا على المباريات ويركزوا على الاستحقاقات بدون نظر الى مواقع التواصل الاجتماعي، وايضا للجمهور لمسانده الفريق، لانك تبقى نحن نساند فريق حسنيه اكادير ولا غير سوى حسنيه اكادير. لكم تحيات حسن العسكري ولكم تحيات المخرج. القاكم ان شاء الله في لقاءات قادمه. الى اللقاء.